ما شئت. أنا اسمي رجب عبد القادر سالم ريحان من قرية تونس. اتعلمت الخزف عند المدام روية اللي هي أختي، فطبعا وقررت إن أنا أفتح مكان ليا وأعلم فيه أطفال من بلد أو غير البلد، الناس اللي هي السياحة برضه. وفي نفس بتعلم ناس أنت هنا في المكان ده؟ أه بعلم ناس، لما يعني مثلا ناس على قد حالاتي برضه عندهم أرض وزرعين كده، فطبعا هم حابين شغلانة، في أطفال حابة الشغلانة بتجي تتعلم، فطبعا عشان إحنا أهل وكده صعب إن أنا أرفض أو كده. إيه نوعية المنتجات اللي أنت بتنتجها؟ أطباق، كباب، براريب، مسطحات، استخدام أكل، شرب، بعمل نوعية الزباين اللي انت بتتعامل معاها. والله الزبون بتاعك هل هو من القرية هنا، هل انت بتنزل مستوى بنفسك؟ والله انا ما اقدرش احدد نوعية الزبون اللي بيجيني، فطبعا هو بيتعرض، هي معروفة ان هي قرية سياحية، فطبعا بيجيني من جميع الدول او عامة مصريين وفرنسيين كده. يعني انت بتستوى داخل القرية، اغلب تسويقك داخل القرية؟ اه طبعا لقمة عيش هنا في القرية. ماشي. الورشة بتاعتك في المنطقة اللي احنا فيها دي، هي تعتبر منطقة ريفية ولا منطقة سياحية ولا ايه؟ طبعا منطقة ريفية. ريفية؟ ريفية. الدرجة الأولى؟ اه طبعا، لا يعني بقول لك ممكن 10% سياحة. المكان هنا؟ مكان ريفي أفضل. تاخدها ليها طابع تاريخي مثلا، ولا طابع طبيعه، ولا مثلا تصميم مراسم اللي عليها، تستوحى حاجات تراثيه مثلا من تاريخ العصر الاسلامي الفرعوني، ولا انت على حسب، ولا من طبيعه من الاشكال الحيوانات؟ لا اقول لحضرتك، اغلب مساجدك انت اقول لحضرتك حاجه تجربتي على الرسومات. رسومات او تصميم نفسه؟ التصميم على حسب بقى، يعني مثلا عاوز اعمل مثلا، لكن من ناحيه الرسم بتاعتي ارسم نخل، جمل، مش عارف ايه، جمل، جاموسه كده كده برسمها طبعا. في رسمه اللي هي حاجه اسمها انبوبه، دي طبعا يعني دي رسمه اسلاميه قديمه جدا، طبعا في نفس الوقت الناس بتبقى دي نفسين. طيب انت تعتبر كده من الجيل الاول مثلا، ولا الجيل الثاني؟ يعني اتعلمت من اختك بس والد الجيل الثاني. الجيل الثاني يعني على اساس انت اتعلمت من اختك الاول الاكبر، ولا اتعلمت من الجيل الثاني؟ طبعا ده ورث المهنه دي. انا عامه انا تعبت جدا، تعبت، انا كنت زارع عندي، طبعا حبيت كنت بمشي عند راويه دي ممكن طبعا اقعد اشتغل، فطبعا حبيت ان الشغل اللي اتعبت اعمل حيوانات مش عارف ايه، طبعا حبيت الشغل جدا، طبعا اتعلمت فطبعا انا يعني قررت ان انا افتح مكان اشتغل عشان اخواتي الناس على الحياه، ازاي احنا زارعين عند الناس على الحياه، فطبعا قررت ان انا اعمل مكان. فطبعا يعني مثلا في البلد يا رجب عاوز ابني يتعلم عندك، انا يعني عشان اعيش رجب